ها حط يدته لا تحطه حطه بدات مقطع. السلام عليكم. واخيرا وصلنا الى ابو ظبي. هذا هو الفندق الحمد لله. وصلنا بالسلامه. كم مره وصلنا؟ وصلنا سبع مرات. طبعا هنا معنا اوسمز افضل لاعب وقت ليك صح؟ ها؟ اوه هذا فنان الاير دراغون يغطي على سام سيلينج صح؟ اي سي صح عليه كود بي اسل شباب. ما في محتوى شباب، ما ادري ايش المحتوى صراحه، ما ادري ايش بنزل هذا البلوج، بس راح ينزل لكم غصب. زبده. كيف حالكم شباب؟ مع السلامه. مع الانتظار يبغى لك مسلسل. والله العظيم الاطلاله عجبتني شباب جد. شوف كيف والله شيء جميل. نرجع للمسلسل شباب. بسم الله. وانا شباب اليوتيوبر كذا متواضعين. ترى باخذ اديتر بمنتجه. ها؟ حطه اديتر. لا تحطه. حطه بدايه مقطع. الحين جا وقت الكوي. انا تعفط مره، جايب شنطه اصغر شيء في الحياه. الله يستر لا احرق شيء. صوت الحراره وش ذا؟ طبعا الكويت جزء. والله يا كويت ومش فيه. جالسه تكبس. والله من قوة الحرارة اللي قاعدة تطلع من الكوباية هذه خايف اني اجيب ريد. والله اني خايف اجيب ريد. يا رب يا كريم يا رب ما تنحرق. صباح الخير عليكم جميعا. المهم هذا اليوم الثاني. امس خبرتكم شيء بسيط جدا، لكن اليوم المعرض ان شاء الله. فكل سفر اقوله ما ادري شو ينزل محتوى، لاني والله المنظر حلو الزبدة. شوف المنظر اهم من وجهي. هيك يا الهي. نرجع لسالفتنا. احتمال اني اصور في المعرض واحتمال لا، لاني اذا شلت الكام قدام ناس يوتيوبر زي كذا بيكون الوضع عادي، بس في نفس الوقت بقعد اسولف سواء مع ريان ولا غيره وما اقدر اصور. يعني زي معرض رش سويت نفس الحركه، اني معرض يعني المفروض اصور كل شيء، حرفيا قاعد اسولف. امشي واسولف مع الناس، انسى اصور بنفس الوقت ما ادري ايش اصور. هذا اللي بيصير في معرض. معرض اول ما ادخل اصور لكم المعرض كيف. الناس اليوتيوبر او اليوتيوبرز موجودين سواء اجانب ولا عرب. وبس يلا بسم الله. الحين الجدول تفتيح جوائز الديفجن، وسويت تحدي قبل شوي فراح نفتح الباكجات الحين. اول شيء ناخذ ابغى هذا، ناخذ الباكجات اللي تنباع ونروح على البك. الحين نختار لاعب فوق 83. فبسم الله نشوف ايش طلعنا. ليه يا حظ ليه؟ يعني على لاعب 85 ليش؟ ما في ووك اوت. لكن الحين بنفتح الباكجين ويا رب يا كريم. محتوى شباب محتوى. يا الله بسم الله يا رب. 83 يا مال الظالم 83. والله قهر، اقسم بالله قهر. ميزة الباكجات هذه انها تنباع، لكن 3 مرات ليش؟ اعطونا لاعب ووك اوت، اعطونا لاعب اي شيء. بسم الله. الباكج اللي بعده والباكج الاخير. خلص محتوانا شباب. يا رب. ها يقطم الحظ يا شباب. من قوة الحظ طلع لي لاعب 65 برا، طلع لي نفس اللاعب مكرر هنا. والله بس خلص محتوانا، يعطيكم العافية يا شباب. والله توقعت بيطلع لي شيء يعني، بس ماشي الحظ ماشي. هلا وسهلا. الحين رايحين للمعرض. طبعا المعرض جنبنا على طول. اه معي اوسمز. هلا والله. جايها طبعا يصور بالكاميرا حقته اللي اشتغلنا فيها صغيرة. الحين بندخل ونشوف عاد ايش فيه. يقولون في فحص بي سي ار قلق. من هنا طيب؟ موز مليار نلعب سلة. اجيب موز وما اجيب موز ليه؟ هديها شوي هديها لان الكرسي بينشق. وانا اصور. ها؟ ايزي. السلام عليكم. اليوم الثاني. طبعا الفندق جنب المعرض على طول، فعلى طول دخلنا زي ما تشوفون. هنا ريان اللي مطقم زيي. شو رايك؟ ليش تقلد؟ والله انت اللي قلدت لا يكثر. قلودي. شو رايك بالاداء بالفيفا؟ فاشل صراحه. بس بنين ما شاء الله يعني طلعت تلعب فيفا من اول. يب يب. شفت مستوى مستوى يعني تقرا اللعب وحركات وين مثلث استراتيجيه. هلا 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 انستغرام. هاي بث على الانستغرام الحين وما فيه محتوى.
منطقة اليوتيوب راح تشوفون العالم اللي حولنا، بس ما ودي أصور. أوكي يلا الحين وقت الاستراحة. طبعا وقت الاستراحة وش معناها؟ آيس كريم على طول. ركز لي على إيش؟ مجاني. والله الآيس كريم لذيذ مرة، شيء جميل للأمانة. توقع فانيليا صح؟ فانيليا مع أوريو تحت، شيء والله شيء لذيذ. المكان والجو جميل، معني لابس هودي توقعت انه بيكون يعني باحتر شيء زي كذا، بس لا الجو جميل، فيه هواء كذا خفيف. طبعا فيتكون كل هذا المكان، لكن انك كنا قبل شوي هنا، فالحين انه في مكان اليوتيوب شورت علامه واللوجو. نطلعنا من هناك فيتكون الكريتر مدريد وجينا هنا الايس كريم. ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي، ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي. وبسم الله ما شاء الله. طبعا داخل قبل يعني اسوي نفسي اني ما دخلت مدريد. والله فندق شيء جميل امانه، اطلاله وحركات. خلينا نشوف الاطلاله معكم. شيك شيك والله المنظر جميل، بالذات في اليسار. يعني هذا فيتكون ترى. هذا فيتكون، يعني انك نلعب سلة هنا بالضبط. لو تشوفون تحت الازرق بشوي مكان السلة اللي كنا نصور فيه، هنا المنظر هذا والله شيء جميل. المهم قبل شوي خلصت محاضرة، الحمد لله المحاضرات يعني بقيت الحمد لله، لان لو ما تعرفون يعني اخر سنة بالجامعة، فالله يعدي هالترم على خير ان شاء الله نتخرج. تفضل اليوتيوب اكثر، لو تلاحظون انتم اصلا مقاطع قليل في اليوتيوب، عبارة عن 3 مقاطع في الاسبوع. عندي دوام وعندي اللي هو الجامعة، عندي دوام غير الدوام اللي اداوم فيه، اروح مكتب بعيد عني مرة يبعد ساعة وشوي، عندي الجامعة حضرات زي كذا ولازم احضر ولازم اعتذر اذا ما في محتوى كثير في الفلوق هذا، لكن اغلب الاماكن اللي نروح لها غير فيتكون ما نقدر ناخذ ال او ما ليش الكام يعني في الاماكن العامه، مثلا السوق، مثلا اشياء زي كذا، صعب انك تشيل كام كذا قدام العالم تصور. وش تصور؟ او رحت المحل الفلاني، او ما لقيت مقاس، ايش بيكون المحتوى يعني؟ فلو في فعاليات زي كذا كان صورت، بس ما في فعاليات لان وقتنا جدا ضيق. يعني نقوم من النوم نروح المعرض، نطلع على 7-8 وروح مول، خلص 11 تقريبا سكر، 2.5 ساعات، فما عندنا وقت للأمانة، ولا رحنا فعاليات ولا شيء. لكن إن شاء الله في السفرات الجاية أحاول إني أخذ كام أصغر من هذه، لأن الكام لو تلاحظون هنا شيك، يعني قلق إنك تشيلها معك وستوند وقروشة. فلو معي قبرو إن شاء الله في السفرات الجاية بحاول أشتري قبرو قبل ما أسافر وأصور فيها دائم. قبرو حلوة وصغيرة يعني ما حد ينتبه لها، هذه ميزة. أزمة بإذن الله إن شاء الله عما قريب نشتريها، وإذا سافرنا تشوفون فلوج سفر حلو بإذن الله. فيعطيكم العافية على المشاهدة، لايك إذا عجبكم مقطع، ما أدري فيه محتوى ولا لا، ما أدري هل بصور في المطار ولا لا، لكن أنا أقول لكم من هنا يعطيكم العافية على المشاهدة، إن شاء الله استمتعتوا، كمان خير، سلام عليكم.